السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين شيبا وين يخرج عن صمته ويتحدث عن أسباب استبعاده لبعض اللاعبين، خاصة لعاب تاع إسبانيول، لعاب تاع بايرن ميونخ اللي صرات عليها البلبلة. وين شيبا يخرج عن صمته ويتحدث عن أسباب يعني استبعاده لبعض اللاعبين عن قائمة التي سوف تشارك في المونديال. ونضطر سعيد شيبا مدرب المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة للخروج إعلاميا للحديث عن جديد، يعني جديد مجموعة المنتخب المغربي الذي يواصل يعني معسكره التدريبي في قطر، يعني استعداد لنهائيات كأس العالم المقررة بإندونيسيا بعد الغلاظ الذي يعني الضجة التي رافقت إسقاط بعض الأسماء من لائحته قبل يعني خوض غمار يعني منافسة المونديال. وانا والله انا مع ذا شيبا، والله شخصية قوية، مدرب كبير، مدرب راه جاي بخطة ثابتة، خدام كما كان لعاب ناجح، كما كان لعاب ناجح عادية. هذا شيبا لعاب ومدرب ومربي، يعني مربي كذلك، وين تحس بلي هذا المدرب مربي بمعنى الكلمة. اش كان يقول لك تاك تهضر عليهم وانت تهضروا في الرياضة، يعني ماذا بينا ان شاء الله نشوفوا مدربين كما هذو، يعني عرب، يعني مدربين يكونوا أقوياء شخصية، يعني مدربين يكونوا في القمة، هذه هي نشوفهم. ماذا بينا على ما نفرحوش، حنا نشوف، انا شفت عبد الحق بالشيخة ما فرحت، نشوف عادل عمروش مع تنزانيا غادي يشارك في الكوب دافريك ما نفرحش، نفرح علاه نفرحوا. تشوف اطارات عربيه يعني بمعنى كلمه تفرح، لا ما تفرحش. هذاك الشرعي هذاك اللي راه قاضب الايفان تروا اللي دا كوب دافريك مع المغرب ما تفرحلوش، نفرح له على ما نفرحلوش. الناس تخدم خويا، هذه هي الناس يخدم كيما الدقيق هذاك تاع فوتسال، يعني هذاك ساكريفا باش وصل العالميه، ساكريفا خدم ساكريفا، هذاك تعب باش وصل، هذاك الدقيق هذاك تعب باش وصل العالميه تاع فوتسال تاع المنتخب المغربي. هذاك ما وصلش بالرقاد، رقد الصباح ناصب روحو يربح الغاشي، لا خدم عمل يعني يعني باخلاص، هذا هو العمل. يحب ذيك المهنه تاعه، يحبها، يبغي ديك المهنة تاعو، يبغيها، يعشق فيها، هذو هما. وقال سعيد شيبا في تصريح لموقع الرسمي للجامعة الملكية لكرة القدم، يعني معسكر الدوحة، وهو ما قبل يعني ما قبل الأخير لعناصر الوطنية المغربية الأقل من 17 سنة، والهدف واضح وهو تقليص سمحوا لي، وين وأوضح هو تقليص المجموعة من 26 لاعب، يعني وين 26 لاعب من 26 لاعب من بينهم 21 لاعب يعني فقط سيشاركون يعني في نهائيات كأس العالم. وأضاف الناخب الوطني المغربي في تصريحات ذاتها، كان لازم علينا بعد المباريات الودية القوية التي قمنا بها في إسبانيا، يعني في إسبانيا لعبوا في إسبانيا، والتي وقفنا من خلالها على جاهزية لاعبين أن نحسم في عديد من المراكز، خاصة يعني أن لوائح الفيفا تفرض علينا التحفظ بثلاث حراس و 18 لاعب فقط في اللائحة النهائية. وتابع شيبا، هناك بعض اللاعبين سجلوا نقاط مهمة في المواجهات الودية من خلال تحسن يعني مستواهم، وهناك للأسف لاعبين تراجع مستواهم ما جعلهم يفقدون مكانتهم في لائحة المنتخب الوطني المغربي. وختم شيبا تصريحاته بالقول:
المرحلة السنية حساسة والثبات عن المستوى هو واحد من المشاكل التي يعني مشاكل يعني للفئات العمرية. أتمنى من خلال معسكر قطر وأندونيسيا الوقوف على إمكانيات كل لاعبين يعني والذهاب بأحسن مجموعة ممكنة لخوض منافسة المونديال. على حسب بصح سهلة، ما عندك حتى إعذار، عندك الإكوادور بنما وعندك يعني تحت في مجموعة يعني على الورق تفوت بتسع نقط، على الورق تفوت بتسع نقط، إكوادور بنما على الورق تفوت بتسع نقط، تما الطريق محلولة يعني يفوتوا زوج يعني تفوت. هذه هي لازم رد الاعتبار خويا، هذه زعما لازم لك رد الاعتبار. غادي يجيبوا هذاك اللعاب هذاك تاع بايرن ميونخ، غادي يجيبه راخر، غادي يديره في القائمة عنده، كيسموه الركراكي، غادي يجيبه عنده في القائمة. أنا نقول لكم هو الركراكي غادي يجيبه عنده في القائمة بكل تأكيد، الركراكي غادي يجيبه. استخدم خويا ايوا شو بير هدرنا على عطال، لا عطال شو بير هدر عطال، عاقبو هايدي المحامي على روحو يا اخويا، حتى قادر يدير محامي على روحو يعني يدافع على روحو، وانا بين له محامي ولا او دير روحو محامي، سبحان الله سهل عليه، سهل عليه. حنا الناس حنا ما نرضى حتى واحد بصح سهل يخدم على روحو، يدير عايره عنده دراهم بدراهمه، هايدي المحامي ولا ما يقعد قاعه مشا قاعد هو اه والله حوشه قاعده، قادر ما يقعدش، قادر يخرج يروح يلعب في الخليج ولا ولا عنده مكانه تاعو يخرج يروح فانيك، قادر عليها الا قادر على روحه سبحان الله، يعني ماشي اشكال، هذه هي ماشي اشكال، يعني قادر. عاد علاه تسيب هاد الناس هادو كيما هاكا؟ ماشي سهلة خويا، والله ما سهلة. أو مدرب هو دار هاد القائمة تاعو، كل واحد و أنا والله مع شيبان، شيبان لعب يعني مدرب كبير، وراه عارف روحو واش راه يدير، أنا نقولكم. مدرب مستوى خويا، سهلة تاول، مدرب كبير هذا، صح بارتية شابة تاع الهلال و والأهلية، والله لا بارتية لا نار خويا، نار نار. والله لا نعرف، واحد الكوفرو تاع محرز ضاعت، والله لا نعرف، بارتي مطردقة، كوفرو ضاعت تاع محرز يعني ما، اش ما يدير، كانو خاسرين دو زيرو، كملو بالبريمير ميتو خاسرين. لا لا ان شاء الله تسميتو تبعت خويا،
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.